اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح تابعنا ان وزاره التموين اصدرت قرار بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص بسعر 10,000 جنيه للطن علشان يتم انتاج الخبز السياحي والافرنجي وتوفير كل احتياجات المواطنين بسعر مناسب. خلونا نعرف تفاصيل هذا القرار من الاستاذ طلعت حسن وكيل وزاره التموين بالجيزه. صباح الخير على حضرتك، ولو يعني تقول لنا تفاصيل هذا القرار. صباح الخير على حضرتك وعلى الشعب المصري وعلى الساده المشاهدين. اهلا بك. كان وزير التموين اصدر قرار انه هندي الدقيق الفاخر ب 10,000 بعد ما لاحظنا بدايه موسم المدارس بعض التجار الجشعين زودوا السعر الدقيق مما نتج عنه زياده سعر الفين والمخبوزات فاحنا والعيش السياحي، فاصدر قرار انه ياخدوه ب 10,000 جنيه بحيث ينتج رغيف سياحي 75 جرام بجنيه، الرغيف الفينو 40 جرام ب 75 و60 جرام بجنيه. طب ولو انا جنبي فرن بيبيع بغير الاسعار دي اعمل ايه؟ حضرتك تتصلي بينا او باقرب اداره تموينيه بتعمل له مخالفه ب 10,000 جنيه عن اليوم اللي بيبيع مش بنفس السعر، بنفس القرار 10,000 جنيه على المخبز المخالف سواء اسعار او اوزان او مواصفات. الرقم، في رقم تليفون يا فندم؟ هل في بالنسبه لرقم تليفون الجيزه؟ عشان انا بتكلم على مستوى الجيزه عشان عشان طبعا كل المديريات هتعمل كده بس الجيزه بقى 376. ده رقم ارضي، مفيش رقم، مفيش هوت لاين، مفيش رقم ساخن او مفيش مواقع تواصل اجتماعي او واتساب يعني نقدر عندنا واتساب 0100 603 1915. طب والرقم الارضي يا فندم حضرتك كنت بتقوله 376 18 652. الرقم الارضي 37 على مستوى الجمهوريه معالي الوزير اصدر قرارات، واي اداره او مكتب تموين قريب من المواطن يروح يشتكي فيه على طول. والناس والحملات، احنا عندنا حملات كل يوم مثلا على مستوى الجمهوريه، وانا بتكلم على مستوى الجيزه 23 حمله كل يوم. طيب الاسعار دي موحده على مستوى الجمهوريه؟ كل الاسعار دي موحده على مستوى بعض المحافظات حضرتك، وهتعمم على كل المحافظات. القاهره الكبرى، القاهره والجيزه والقليوبيه واسكندريه والمنوفيه. ازاي بتكون في رقابه من عندكم على المخابز السياحيه؟ يعني انت بتعمل ايه كوزاره التموين؟ بنخش على المخبز السياحي حضرتك او المخبز الفينو وبنشوف الاوزان، بنتاكد من الاوزان والالتزام بالاسعار وانه معلق يفطر بالسعر والوزن. دي اهم حاجه. طبعا. وده بيحصل كل قد ايه مثلا يا فندم؟ كل يوم في حملات دلوقتي بناء على تعليمات معالي الوزير، كل يوم في حملات على مستوى مثلا الادارات كلها مثلا في الجيزه، وعلى كده على مستوى كل المحافظات المشتركه في المنظومه. وجالكم ناس قبل كده تشتكي او عمل حصل حاجه قبل كده؟ يعني في تفاعل، قصدي على ارقام التليفونات اللي حضرتك بتقولها؟ في تفاعل، واحنا الناس كل اللي اشتكوا لنا عملنا محاضر للمخابز اللي فيها مخالفات. طيب هو في اعلان للاسعار بتاعه العيش قدام المخبز في مكان ظاهر او واضح ولا لا؟ هو مش مجبر يعمل كده؟ احنا نبهنا على الادارات كله ينزل النهارده يتاكد من انه في مكان بارز بيعلق فيه السعر والوزن. طيب هو المخبز اللي ما عندوش رخصه سياحي يقدر ياخد من الدقيق ده ولا لازم يكون عنده رخصه؟ بص حضرتك، المحافظات اللي هتطبق المنظومه ديت اللي بياخد ب 10,000 جنيه بينتج الاوزان، المخبز الغير مرخص يبدا يعمل اجراءات ترخيص بس ملزم بالاسعار. احنا ما قلناش ما ترخص، ملزم بالاسعار اللي هي بتاع المخابز المرخص. ودي مما سيجعل المطاحن اللي بتدي الدقيق الفاخر هتخفض، لانه مش هتلاقي سوق تدي، هتخفض الدقيق وهو مضطر يخفض سعر العيش حتى لو مش مرخص. دي ليها فوائد كتيره جدا في الموضوع الاسعار. طب انا صاحب مخبز وعايز اعمل رغيف وزنه اكبر وسعره اعلى، حضرتك هتعاقبني؟ لا، دلوقتي احنا ليه وحدنا الوزن والسعر؟ لان قبل كده لما كنا عاملين ثلاث اوزان بثلاث اسعار كان كل شويه يقول انا عامل الوزن دوت بكذا والوزن ده بكذا، فاحنا قلنا توحيد الوزن عشان يسهل الرقابه ويسهل على المواطن يعرف حقوقه فين. ما ده المقصود بيها المستهلك.
في الاول والاخر الدوله تقصد المستهلك. صحيح، هي بتحمي المستهلك في النهايه. صحيح. اه بتحمي المستهلك طبعا. من جشع بعض الدكان في كل المواسم، يعني حضرتك لو لاحظت موسم المدارس في جشع، موسم رمضان، موسم عيد الاضحى، كل المواسم بتبدا بجشع من الناس دي، وبعدين الاسعار بتوازن نفسها على طول. بالرقابه استاذ طلعت حسن وكيل وزاره التموين بالجيزه، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده.